الرياضية مع مهند الخطيب. أهلا بكم إلى غرفة الأخبار ونتابع فيها حلب وثلاثية الأسد وتركيا والأكراد، ثم تركيا والأمن المفقود، وفي الملف الخاص إيران تتحدى بقوة هجينة. البداية هذه الليلة من سوريا، ففي أول كلمة للرئيس السوري أمام مجلس الشعب الجديد الذي انتخب في ظروف سوريالية وفق المعارضة، انبرى الأسد ليعبر بقوة عن عزمه في مواصلة القتال حتى استئصال من وصفهم بالإرهابيين، واصفا حلب بأنها مقبرة مشاريع وأمال الرئيس التركي أردوغان الإخوانجية. تصريحات نارية تأتي غداة تأكيد موسكو وقوفها مع الأسد حتى النهاية. وبينما يطلق الأسد التهديد والوعيد بدعم من موسكو، تواصل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية اكتساح الشمال شرق حلب بذريعة طرد داعش، غير آبهة بمشاعر أنقرة القلقة وهي ترى طموحات الأكراد تتبلور أمامها بدعم من واشنطن. الآن إلى يوسف الذي لديه المزيد حول الأوضاع في حلب. مساء الخير يوسف. تركيز واضح في خطاب الرئيس السوري بشار الأسد على جبهة حلب، وهناك عدة جبهات تشارك فيها القوات الكردية كما ستوضح لنا الآن على الخارطة. نعم مهند، بالطبع يعني كان التركيز هنا في موضوع حلب، وكما نعرف أن الرئيس السوري يعني بشار الأسد يركز في حديثه على حلب، وحلب هي العقدة بالنسبة له مع تركيا والتي يعتبرها العدو الرئيسي، فركز بشار الأسد على هذه النقطة. نستمع إلى ما قاله الرئيس بشار الأسد في هذا الإطار ونعود لنستكمل الحديث على الخريطة. أن معظم المحافظات والقرى والبلدات السورية عانت وتعاني من الإرهاب وقاومت وما زالت، إلا أن نظام أردوغان الفاشي كان يركز دائما على حلب لأنها بالنسبة له الأمل الأخير لمشروعه الإخوانجي بعد أن فشل في سوريا وبعد أن فضحت حقيقته المجرمة والمتطرفة في العالم، ولأن أبنائها رفضوا أن يكونوا مطية وأداة في يد الغريب وقاوموا وصمدوا وبقوا في حلب يدافعون عنها وعن الوطن. وحلب ستكون هي المقبرة التي ستدفن فيها آمال وأحلام هذا السفاح. إذا ما سر التركيز على حلب وما أهميتها بالنسبة لسوريا وتركيا ولغيرها؟ نقول أن حلب تأخرت في الانضمام إلى الثورة السورية كما تقول المعارضة، واعتبر الجيش السوري الحر أن السيطرة عليها هي المفتاح لإسقاط نظام بشار الأسد بعد إثبات للعالم قوته أنه يستطيع انتزاع المدينة الثانية، ثاني كبرى المدن السورية وعاصمتها الاقتصادية. ومنذ دخول مسلحي المعارضة إلى المدينة في صيف عام 2012 أصبحت تركيا معنية بأمر المدينة التي تم تخطيط اقتحامها في تركيا، ومنذ ذلك الحين بقيت المدينة مقسمة بين المعارضة والنظام أصالة وبين عدة قوى إقليمية ومحلية وكالة. الشمال السوري كان مقسما بين النصرة وداعش وكلا التنظيمين، تركيا متهمة بدعمه أو على الأقل بتلاقي مصالحها معه، حتى بدأت ضربات التحالف ضد داعش ووصول قوات الأمريكية إلى قاعدة إنجرلك التركية، فظهر الأكراد كقوة مهمة هناك يزحفون على داعش ويأخذون منه الأراضي. في المقابل دفعت إيران بعشرات الضباط وقتلوا هناك في معارك حلب، وقتل أيضا من ميليشياتها الطائفية مع حزب الله التي حاولت طرد المعارضة من حلب دون فائدة، لكنها حققت اختراقا في نبل والزهراء مع قوات الجيش السوري وبدأت تتقدم هناك بفضل التدخل الروسي وغطائه الجوي. روسيا طالبت مرارا بإغلاق الحدود التركية مع سوريا، متهمة تركيا بتزويد الجماعات المتطرفة في سوريا بالسلاح والعتاد. ويرى كثير من السياسيين والمعارضين السوريين أن حسم معركة حلب من شأنه أن يقلب موازين الصراع العسكري على الأرض، بل ربما يحسم الصراع بالكامل في سوريا. على الخريطة
نرى لماذا حلب مهمة بالنسبة لتركيا، لإيران، طبعا للجيش السوري والرئيس بشار الأسد وغيرهم. هنا نلاحظ على الخريطة حلب في وضعها الأخير كما نراها مقسمة بين اللون الأخضر للمعارضة هنا واللون الأحمر بالنسبة للجيش السوري. نرى أيضا أنه لدينا داعش هنا قريب جدا من حلب في ريف حلب الشمالي والشرقي، هنا موجود في الباب ومارع وفي منبج. نرى الأكراد موجودين كما نشاهد هنا في عفرين ويتقدمون من الشرق ليضغطوا على داعش هنا في منبج في المعركة الأخيرة، وفي عفرين أيضا يحاولون هنا الضغط على مارع وعلى هذه المناطق. وبالتالي بالنسبة لتركيا حلب وإدلب، ولكن تحديدا حلب والمناطق المحيطة بحلب، هي يعني نقطة هامة جدا لبقاء تواصلها مع المعارضة هنا من تركيا. في السابق كان الدعم يصل من تركيا إلى حلب مباشرة، هنا الطريق بدأت تتقطع من هنا وأغلقت تقريبا. الطريق الثاني هو عن طريق إدلب، لكن في إدلب هناك جبهة النصرة، وبالتالي التعامل معها مشكلة بالنسبة لتركيا. تركيا تريد دعم المعارضة المسلحة المعتدلة، الجيش السوري الحر التي تسمح أمريكا بتزويدها بالسلاح، والطريق الوحيد لها هو عن طريق حلب وريف حلب. لكن الأكراد أيضا يريدون وصل الجبهة الشرقية للفرات مع عفرين هنا، وبالتالي إغلاق كل هذه المساحة لكي يكون لديهم منطقة حكم ذاتي كردية. داعش في الوسط، الجيش السوري، نلاحظ الجيش السوري على حدود داعش لكن لا قتال، وأيضا الجيش السوري هنا مع الأكراد لكن لا قتال، وبالتالي هناك موازنات غريبة ويعني ربما تعاونات غريبة في هذا الإطار. يعني مهند، في المحصلة حلب فعلا نقطة مهمة وخاصرة مهمة بالنسبة للرئيس بشار الأسد، بالنسبة لتركيا، وحتى بالنسبة لإيران. السؤال الذي طرحته خلال هذا الشرح يوسف، هل بالفعل حسم معركة حلب سيحسم الصراع، أو سيحسم الصراع على الأقل بشكل كبير؟ كثير من التحليلات يعني تتحدث عن هذه النقطة. لاحظ أنه معظم السجال في حلب، يعني ليس في درعا، ليس صحيح. في حمص، في البداية كانت حمص وحما مهمة جدا، درعا أيضا شهدت مناطق ساخنة، لكن الآن كل الحديث عن حلب وحلب فقط. طيب، سنستوضح بعض هذه الأمور من ضيفنا معنا من اسطنبول، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال. عميد رحال، مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. نتحدث عن حلب، المعركة التي يقول البعض أنها ربما تحسم هذا الصراع على الأقل جزء كبير منه من جوانبه العسكرية، إلى أي مدى هذا الكلام صحيح برأيك؟ مساء الخير، تحياتي لك أخي مهند، تحياتي للأخ يوسف، ورمضان كريم عليكم وعلى الشعب السوري أجمع وعلى كل أمتنا العربية والإسلامية. يعني أولا تعليق بسيط على ما يتحدث به من يدعى بشار الأسد. يعني أنا أشعر والشعب السوري يشعر دائما عندما يخرج بشار الأسد لكي يدلي بتصريحات، نحن نشعر بأننا نستمع إلى الناطق باسم الخارجية الإيرانية، أو الناطق باسم وزارة الدفاع، أو حتى الناطق باسم قاسم سليماني. يعني عندما يتحدث بشار الأسد عن حلب، أين جيش بشار الأسد في حلب؟ يعني من يقاتل في حلب هو حزب الله، الإيرانيين، الزينبيون، الفاطميون، حركة النجباء العراقية، الروس، الأكراد، داعش، أين بشار الأسد؟ يعني هذا الغريب الذي لا يدركه بشار الأسد نفسه، لكنه مجبر على القول بهذا الكلام. بالعودة إلى حلب أخي مهند، حلب إذا ملاحظ أنه تتجمع فيها كل أطراف الصراع في سوريا، الأكراد في حلب، داعش في حلب، ميليشيات إيرانية وحزب الله والنجباء العراقيين في حلب، الجيش الحر في حلب، الروس في حلب، وبالتالي الجميع التقت على تلك المدينة. يعني كمان تعقيب صغير، صحيح أن حلب تأخرت في الدخول في الثورة السورية، لكن في مقاييس العمل العسكري حلب تلقت أكثر من نصف البراميل والصواريخ التي ألقيت من قبل نظام الأسد وروسيا على المدن السورية كاملة. الآن الصراع حول حلب، بالتأكيد حلب لن تحسب الثورة السورية، لكن بالتأكيد أيضا أن حلب وجودها سيكون له عامل تغيير ميزان القوى، إن كان نحو نظام الأسد أو من حلفاء الأسد أو نحو الثورة السورية. إيران تشعر من أن كل مضخته في جبهة حلب
حوالي 4 أشهر وهي تضخ حتى الجيش الإيراني، ولكنها فجعت بأنها تلقت أول هزيمة في تلة العيس، ثاني هزيمة في خان طومان، وثالث هزيمة التي نعيشها الآن منذ 3 أيام. الأكراد يشعرون أن حلب هي بيضة القبان، في إذا ما سيطروا على الريف الشمالي والشمال الشرقي لحلب فإن الكانتون الكردي أصبح جاهز. طيب. روسيا لها أهمية كبيرة بالنسبة لحلب. روسيا تشعر من أن انتصارها في سوريا يكون عبر عزل تركيا، وعزل تركيا يكون بدعم الأكراد ودعم داعش كي تسيطر على الحدود وإبعاد تركيا إلى ما بعد الجغرافيا السورية. إذن جميع التقى ويبقى الجيش الحر يعني بدقيقة واحدة أو بنصف دقيقة. سؤال الذي قاله الأخ يوسف سؤال مهم كثير، يعني الأكراد يتلاصقون مع داعش لكن لا قتال، نظام الأسد يتلاصق مع الأكراد أو حلفاء الأسد لكن لا قتال، حلفاء الأسد يتلاصقون يعني يتلاقون في جبهات كثيرة مع داعش لكن لا قتال. الجواب أخي يوسف لأن الجميع هدفه واحد، هدفه الجيش الحر، تصفية الجيش الحر من حلب ثم يتم التقاسم لأنهم حلفاء فيما بينهم. طيب في ظل هذه المعطيات عميد رحال، إلى أين تميل كفة الميزان العسكري في أي معركة مرتقبة في حلب؟ واضح أنه على الأقل مما فهمته من كلامك أنه فصائل الجيش الحر ربما تكون الفصيل أو الجانب الأكثر تضررا والأكثر خسارة في أي معركة منتظرة. يعني إذا تحدثنا عن الريف الشمالي والشمال الشرقي في حلب بالطبع الجيش الحر هو أضعف الفرق لأنه تمت يعني إحاطة به من قبل داعش، من قبل الميليشيات الكردية، من قبل حلفاء الأسد، والطيران الروسي يعني يغير عليهم بهجمات جوية معروفة. لذلك الجيش الحر في الشمال هو الأضعف، لكن داخل مدينة حلب وجنوب حلب أعتقد أنه لا أحد يستطيع أن يزاود على قدرة الجيش الحر. أولا مدينة حلب صحيح أنها متقاسمة بالمنتصف، لكن يبقى الجيش الحر هو المسيطر أكثر، هو من يؤلم النظام إن كان في الجبهة الغربية، إن كان في جبهة البحوث، إن كان في جبهة المخابرات الجوية، أو كان في الجبهة الشرقية. في الجبهة الجنوبية يعني أعتقد أن يعني شركة كاهان الإيرانية أصبحت تنقل قتلى إلى طهران أكثر مما تنقل مقاتلين إلى سوريا، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يحكم أو يستطيع أن يتزعم أنه قادر على حسم معركة حلب. تركيا وهذه الأسطوانة المشروخة، الجيش التركي ويدخل الجيش التركي ويمد الجيش التركي، الجيش التركي غير موجود في حلب ولم يدخل حلب نهائيا، لكن تعودنا على هذه الأسطوانة. كلما خسرت إيران السبب تركيا، كلما تلقى صفعة نظام الأسد السبب تركيا، لكن الواقع يقول أن الجيش الحر وجيش الفتح، دعنا لا نغفل ما يقوم به بالجنوب، هو من يتسيد الموقف. ونقطة أهمية أو نقطة هامة جدا أن حلب لأهلها، حلب لمن يعرف تضاريسها وبنيتها وجغرافيتها ووديانها، وبالتالي لن يهزم أهل حلب. طيب فيما يتعلق بتركيا عميد رحال، تركيا على ما يبدو أيضا ستكون ربما الخاسر الأكبر. كان هناك تهديدات باستمرار من تركيا بشأن أي تحركات كردية من الفصائل الكردية المقاتلة. اليوم على ما يبدو هذه الفصائل الكردية تصول وتجول بدون يعني أن تعطي أهمية كبرى أو أهمية كبيرة للتهديدات التركية، لماذا هذا التحول برأيك؟ يعني أنا أعتقد أنه أشد المتفائلين من الموالين لم يكن يتوقع أن نصل إلى هذه اللحظة، ولا أشد المتشائمين من المعارضين من أن يقاتل الأكراد وهم حلفاء الأسد، وأن يقاتل ميليشيات الأسد وأقصد صقور الصحراء تحت مظلة أمريكية. يعني هذا الأمر الذي جعل الشعب السوري يقف حائرا، وتركيا تقف في حالة تردد وارتباك. طبعا أردوغان يقول من أنه تلقى الوعود الكافية والوعود الضامنة من أن الأكراد لن يسيطروا على الريف الشمالي والشمال الشرقي، وأن في محال السيطرة على منبج أو مدينة الباب أو حتى على الرقة سيتم توليد مجلس عسكري أو مجلس محلي مدني عربي هو من يسيطر على تلك المدينة. لكن أنا أعتقد أن هذا الكلام يأتي في إطار يعني حفظ ماء الوجه. تركيا خاسر الأكبر، تركيا الخاسر الأكبر في كل ما يحصل شمال سوريا، سواء سيطر الأكراد أو لم يسيطر، لأن تركيا يتهدد الأمن القومي التركي.
تدخل تركيا، حماية الحدود التركية السورية، أعتقد أن تركيا يؤثر على أمنها القومي. اليوم هناك انفجار، هذا الانفجار رقم 14 خلال 10 أشهر في تركيا. إذا نحن أمام معادلة ما تزال حتى الآن تضغط على تركيا، تضغط على أصدقاء الشعب السوري، وتضغط حتى على الجيش الحر. يبدو أن هناك طبخة سياسية يعد لها ما بين كيري ولافروف تستدعي إبعاد تركيا عن الجغرافيا السورية. شكرا جزيلا لك العميد أحمد رحال، الخبير العسكري والاستراتيجي، كان معنا مباشرة من اسطنبول. الآن إلى طائفة من مشاركات المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع مع يوسف. يوسف، ماذا لدينا من مشاركات؟ لدينا مشاركات كثيرة حول هذا الموضوع. على تويتر شارك مشاهدينا، غرد محمد قائلا مثلا: السوريون في حلب ضحية، ضحية حروب القوى الكبرى في المنطقة، وباتت حجر الزاوية في حسم هذا الصراع. ألا غردت قائلة: السيطرة الكاملة على حلب تعني الامساك بأهم أوراق الأزمة السورية، عاصمة اقتصادية ويعني ثاني كبريات المدن، وبالتالي نقطة مهمة حتى موقعها الاستراتيجي كما ذكرنا قبل قليل على الخارطة. عبد الله غرد قائلا: تركيا تستهدف الأكراد في حلب، والأسد يستهدف المعارضة، والضحية هو الشعب السوري. مروان غرد قائلا: كل ما يريده الأكراد من حلب هو إقليم كردي في سوريا. لدينا تغريدتان هنا. زينة قالت: داعش والمعارضة وأردوغان والأسد، كل يقاتل من أجل مبتغى. آخر تغريدة هنا ننقلها إليكم. خالد غرد قائلا: الأسد وأردوغان يحاربان بعضهم البعض في ساحة قتال تسمى حلب. هذا ما شارك، هذه يعني مشاركة المشاهدين حول هذا الموضوع مهند. شكرا جزيلا لك يوسف.